هلا فيكم من جديد. هوليوود بيل هي تقنية جديدة لتقشير البشرة بالليزر اللي حتعطيكي نظارة وحيوية والهوليوود لوك. هي الليزر الكربوني هي تقنية حديثة بتكون عبارة عن استخدام الليزر ذو الشعاع طويل المدى. بنستخدم أول شيء ماسك الكربون بنوزعه على البشرة تقريبا لمدة 20 دقيقة. امتصاص البشرة لهي الماسك الكربون بيديها اللون الأسود، بيسهل امتصاص شعاع الليزر وبتكون البشرة أكثر استجابة، فبتكون النتيجة أكثر فعالية. تقريبا بعد هاي 20 دقيقة بنقدر نعمل تمرير شعاع الليزر لمدة 5 دقايق، مجرد تسخين للبشرة، ونقدر نعمل الباس الثانية أو التمرير شعاع الليزر مرة ثانية. التريتمنت بتاخد تقريبا 20 دقيقة 25 دقيقة، مناسب لكل أنواع البشرة وبيعالج حاجات كتيرة. بالنسبة للأعمار اللي ممكن نعمل لها التقشير الكربوني تبدأ من عمر يعني 16 سنة 18 سنة لغاية 50 60 يعني. الأسباب الرئيسية لتعب البشرة أو لمعظم مشاكل البشرة هي التعرض لأشعة الشمس بدون استخدام كريمات واقي الشمس، وطبعا إهمال الروتين اليومي. يعني بعض السيدات بتنام على بشرتها الميك اب وهي بيسكر المسام وبيعمل مشاكل بالوايت الرؤوس السوداء بالبشرة أو زيادة إفراز الدهون، حب الشباب، التصبغات، هي كتير شائعة يعني. المفروض نعمل علاج الليزر الكربوني 3 أو 4 جلسات بين كل جلسة والتانية 2 أسبوع لـ3 أسابيع. بنلاحظ طبعا النتيجة من أول جلسة فورا بعد التريتمنت، بنلاحظ تفتيح في البشرة، نضارة حيوية نتيجة تحفيز الكولاجين، بعض الندبات أو البثور أو حب الشباب بنلاحظ أنه بيختفي أو بيخف على الأقل من أول جلسة، فأكيد بيكون في فرق واضح. بنحافظ بالروتين اليومي طبعا بعدم التعرض للشمس او ان كيس يعني اضطرينا، بنستخدم كريمات واقي الشمس بحمايه عاليه، عدم النوم بالميك اب، استخدام بعض السيرم زي هيالورونيك اسيد او غيره كروتين يومي، فيتامين سي كمضاد للاكسده. بنسمي هاي الليزر الكربوني كتقشير او الهوليوود بيل لانه مفيش ليه داون تايم، يعني يقدر المريض او الحاله بعد ما تعمل لها هاي التريتمنت تقدر تمارس حياتها بشكل طبيعي بدون اي تقشير. اتس نوت سترونج بيل يعني جاست جنتل بيل، فبتكون كتير جنتل ومناسبه لكل الاعمار وكل انواع البشره يعني.